هذا البرنامج برعاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اهلا وسهلا يا عمار. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا من مصر الحبيبه. من فين؟ من مصر؟ الجيزه. من الجيزه. اهلا وسهلا باهل الجيزه. يا اهلا وسهلا. نبدا مع الشيخ صابر. يا اهلا وسهلا يا عمار. يا اهلا وسهلا يا شيخ. الله يرضى عليك ويحفظك. يا رب. ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل والتجويد رائع، وواضح انك مهتم حقيقه بالتجويد لا سيما التفخيم والترقيق. طبقة التلاوة منذ البداية كانت مرتفعة شوي، كنا محتاجين يعني بعض التنويع واستعمال المساحات، لكن لما بداية وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، بعد هذا المقطع القراءة كانت أجمل بكثير والتعبير كان رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. اهتم بالجيم، تميل للرخاوة أحيانا لكن ليست رخاوة صافية، لكن قراءتك جميلة ما شاء الله عليك يا عمار. شكرا شيخ صابر. الشيخ يوسف. ما شاء الله عليك يا عمار، بداية موفقة ما شاء الله في هذه الحلقة، تلاوة مميزة مثل ما ذكر الشيخ، تمنينا لو فيه تنوع خاصة فيه مقطعين، تكلم عن أهل النار وتكلم عن أهل الجنة، يعني بعد قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، كان أخذتها بنبرة ثانية أفضل، حتى أنك إيش يعني المقصود فيها أخذتها بنبرة ثانية أو بطبقة ثانية، بحيث أنك ترخي صوتك شوي، يعني تغير، لأنك بدأت عالي وأصبحت كأنك مخنوق في زاوية. لكن لو مثلا على سبيل المثال، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
والذين آمنوا طلعت كذا تقدر تغير وترتاح تستعيد انفاسك كانك بادئ من جديد. ملحوظات تجويدية بسيطة ما شاء الله، واضح انك مهتم في التجويد. انتبه كلمة الجنة جهنم، لا تطبق شفتيك كانها الجنة جهنم، في يصير فيها خلط مع الميم شوي. كذلك عندما وقفت الأنهار، أنهار كزيت الشفة، بالحق لو رققت الحاء بشكل أفضل كانك تصير أفضل. يوم وصلت كلمة أصحاب أسرحت فيها، أصحاب عطى أصحاب أصحاب بهذا الشكل كانت أفضل. بارك الله فيك يا عمار. شكرا شيخ يوسف. شيخ أحمد ما شاء الله عليك يا عمار، قراءة متأنية وتجويد، قوة عندك، قوة في مخارج الحروف، واضح أنك متلقيها جيدا. الله يعطيك العافية. ذكروا المشايخ الملاحظات التجويدية، أنا سأعرج على الطبقة. أنت قرأت طبقة عالية وما استطعت أنك تخرج بالنغم أكثر من كذا، لأن هي اللي أعطاك الله، طبقتك عالية وقريتها بعالية، فبالتالي ما عاد مساحة الصوت ما اتسعت عندك أنها ترقى فوق أكثر وتسمعنا ما عندك. ما شاء الله عليك يا عمار، موفق إن شاء الله. الله يجزاك. شكرا لي مشايخ عمار. أنا عادة أشوف المشايخ إذا دقوا في الملاحظات كثير أعرف أنه يعني الأمور طيبة، ما أدري والله. توقع عندك كذا صح؟ توقع كذلك إن شاء الله. طيب شاء تعال كذا قرب من عندي، خلاص خليك من المشايخ. الله يجزاك. الحين باقي أنا وأنت بس، نشوف مع بعض الوقت. إيش تتوقع؟ الوقت إيش تتوقع؟ يعطوك إضاءة خضراء ولا لا؟ إن شاء الله يا رب نشوف. يلا يبدأ الوقت الآن بسم الله وعلى بركة الله. يلا بدأ الوقت يا رب. أنت خاتم القرآن صح؟ إيه الحمد لله. عندك كم رواية؟ رواية واحدة بس. رواية واحدة حفص على عاصم. مين شيخك اللي حفظت عليه؟ شيخ محمد إسحاق بالبصر الأركاني. الأركاني، وأنعم وأكرم. الله يحفظه يا رب. إن شاء الله بإذن الله تعالى نشوفك إمام في القراءات بإذن الله. صلي التراويح إمام؟ إيه. ما شاء الله. وين مسجدك؟ في النظيم، جامع ابن باز. جامع ابن باز في النظيم. ما شاء الله، عشان كذا مرهق اليوم ها بسبب التراويح. يلا انتهى الوقت. الله يزاك. راحت الفرصة الأولى، باقي إيش؟ فرصة ثانية. الفرصة الثانية. كل التوفيق لك يا عمار، أشوفك إن شاء الله في نهاية الحلقة. يعطيك العافية. كان أول